بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتبلغنا بها مما يرضيك أعمالنا يا رب العالمين وآمالنا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلومكم في الدارين آمين. وكنا بدأنا في موضوع الدعاء، تكلمنا في الجزء الأول في أركانه وأوقاته وفي بعض أحوال الداعي والآداب، واليوم نذكر بعض آداب الدعاء. ومن آداب الدعاء حضور القلب وألا يكون ساهيا، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يستجيب دعاء عبد من قلب لاهي. من آداب الدعاء عند الصوفية، يعني لا يذكر كثيرا الآداب الظاهرية التي تسمعها كثيرا من علماء أهل الظاهر، يقول لك مثلا تكون على وضوء متوجها للقبلة وجالسا في حال الهدوء، كل دي حاجات في الظاهر، لكن هو يهتم ولا يهمل الظاهر، لكن هو يهتم بما بطن أكثر. فلا بد أن يكون القلب حاضر غير لاهي، وحضور القلب مع الله باستشعار كمال الافتقار له وباستشعار كمال الاضطرار له سبحانه وتعالى، مع عدم الاستعجال والرضا بما أقامه وعدم تأخر أو استئخار الإجابة. كل الأحوال دي مهمة، لكن لما تدعو أنت في ضجر غير راض بما أقامك الله فيه، أنت مش ملتزم الأدب مع الله، تدعو وأنت متعجل الآن يا ربي وإلا فلا، ينفعش، لا يليق، يبقى لا تستعجل، وفي نفس الوقت تكون موقن بالإجابة، موقن بالإجابة، ولكن أنت مع إيقانك بالإجابة متوكل على الله، تترك له الوقت الذي يجيب فيه سبحانه وتعالى والكيفية التي يجيب بها سبحانه، لكمال معرفتك أنه أعلم بمصلحتك من نفسك. أما الجاهل بالله فتجده لا يراعي مثل هذه الأشياء. ومن شرائطه أن يكون مطعمه حلالا. الدعاء ده عبادة، والعبادة طاقة، والطاقة متولدة من الطعام. الطعام جعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولد منه الطاقة التي بها تتحرك وتتكلم. فإن كانت الطاقة متولدة من طعام حرام، فالله سبحانه وتعالى يصرفها في معاصي ولا يصرفها في طاعات، إذا كانت هذه الطاقة متولدة من حرام. فلا بد أن يكون الإنسان طيب المطعم، وطيب المطعم قد يكون من كسبه الحلال، وقد يكون الكسب حلال ولكن المطعوم نفسه محرم. يعني ممكن إنسان يتحرى الكسب الحلال لكن يأكل بعض المحرمات، يأكل مثلا طعام لا يجوز أكله عند المسلمين، يأكل خنزير ولكن ماله حلال ولكن يأكل الخنزير فلا يجوز. وقد يكون ماله حلال ولكن يأكل طعام غيره دون إذنه وليس بماله، وقد يأكل أموال الناس بالباطل، وقد يعيش في أرض مغصوبة ثم يدعو الله وهو على هذه الأرض المغصوبة. كل هذه الأشياء تحول بين قبول الدعاء، فلازم الإنسان يراجع نفسه كله على بعضه، وبيده واكل ايه، تاتر عورته ايه، تاكل فين، قاعد فين، كل الحاجات دي لازم يراعيها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعينك بإجابة دعوتك وأنت في كمال المعصية ومتلبس بالمعصية، وإلا لو استجابك يكون استدراج لك،
والله سبحانه وتعالى لا يستدرك إلا من يبغضه، أما من يحبه لا يدرك، لكن يعطيه الإشارات التي بها يعود إليه سبحانه وتعالى. أن يكون مطعمه حلالا، فلقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب كسبك تستجب دعوتك. وقد قيل الدعاء مفتاح الحاجة وأسنانها، لقم الحلال، الدعاء مفتاح الحاجة وأسنانها لقم الحلال. المفتاح ليه سنون، يعني لو مفتاح من غير أسنان لا يفتح، فبيقول لك الدعاء مفتاح وسنون المفتاح التي بها تفتح هي لقم الحلال. وكان يحيى بن معاذ يقول: إلهي كيف أدعوك وأنا عاصم، وكيف لا أدعوك وأنت كريم، كيف أدعوك وأنا عاصم، وكيف لا أدعوك وأنت كريم. هنا يبين حق الربوبية وحق الألوهية، يخاطب ربه بالخطاب الذي فيه الاعتراف بالمعصية، لأن أول التوبة الاعتراف بالمعصية، كيف أدعوك وأنا عاصم، فقد اعترف بمعصية فكأنه تاب منه، وكيف لا أدعوك وأنت كريم، فيثني على الله سبحانه وتعالى. فهذا مدخل عظيم من مداخل الدعاء، وهو التوبة والاعتراف بالإثم ثم الثناء على الله سبحانه وتعالى مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل مر موسى عليه السلام برجل يدعو ويتضرع، فقال موسى عليه السلام: إلهي لو كانت حاجته بيدي قضيتها، فأوحى الله تعالى إليه: أنا أرحم به منك، ولكنه يدعوني وله غنم وقلبه عند غنمه، وإني لا أستجيب لعبد يدعوني وقلبه عند غيري. فذكر موسى عليه السلام للرجل ذلك، فانقطع إلى الله تعالى بقلبه فقضيت حاجته. الصالحون كانوا كلما شغلهم شاغل عن الله تخلصوا بالحال. انظر إلى الصحابي سيدنا أبو طلحة، كان يصلي صلاة نافلة في حائط له، حائط يعني بستان كبير يسمى بيرحاء، وكان من أعظم بساتين المدينة وكان يملكه، فكان يصلي فانشغل بحائطه في صلاته كأنه مثلا جال بنظره في أشجار بستانه أثناء صلاته فانشغل، فتخلص منه وتصدق به لله عز وجل، لأنه ظن أنه فتن بماله، أن المال أصبح ينسيه رب العالمين، هكذا كانوا يتخلصون منه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت سيدتنا عائشة بستارة وضعتها على شباك أو باب الحجرة، وكانت عليها رسومات طائر، فلما شغل بالطائر في صلاته صلى الله عليه وسلم قال: نحي عني هذه السورة فإنها شغلتني في صلاتي، فقطعتها سيدتنا عائشة وجعلتها وسائل بعد ذلك، فكانوا يتخلصون من أي شيء يشغلهم عن صلاته، هكذا كانت أحوال الصالحين. وقيل لجعفر الصادق: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا. سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر، ابن سيدنا علي زين العابدين، ابن سيدنا الحسين، ابن سيدنا علي وسيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جعفر الصادق أبو ستنا عائشة المدفونة هنا اليوم تنزلين ميدان السيدة عائشة، يعني لو عايز تروح أي حتة في الكرة الأرضية تروح ميدان السيدة عائشة توصلك، حتى لو تاخد ميكروباص للمطار تركب أي حتة حتى خارج، يعني بقت مجمع مواصلات معروف ميدان السيدة عائشة. كان مسجد صغير وبعدين كبروه كده عملوه ميدان كبير. السيدة عائشة أخوها سيدنا إسحاق المؤتمن زوج ستنا نفيس، زوج ستنا نفيس، يعني ذرية يعني بعضها من بعض. فقال سيدنا جعفر بيعلل الناس بيشتكون ليه بندعو ولا يستجاب لنا، قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. اعرف ربك، فإذا عرفت ربك عرفت نفسك، فتدعو الله سبحانه وتعالى بكمال الافتقار والعجز فيغطيك بالغنى والقدرة سبحانه وتعالى. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الأطباء،
فقالوا له في ولايتك رجل صالح يسمى سهل بن عبد الله اللي هو التستري، سيدنا سهل بن عبد الله التستري، لو دعا لك لعل الله تعالى يستجيب له. فاستحضر سهلا وقال ادعو الله عز وجل لي. فقال سهل كيف يستجاب دعائي فيك وفي محبسك مظلومون. كان راجل حاكم وكان مريض مرض لم يجد له علاج، فقالوا له ان في راجل من الاولياء الصالحين مستجاب الدعاء، ندعوه حتى يدعو لك. فلما جاء قال كيف يستجاب دعائي فيك وفي محبسك مظلومون. يعني من اسباب قبول الدعاء انك انت تخرج من المظالم، مش كده يا رب؟ تخرج من المظالم اولا. فقال له الاول خرج المظلومين اللي انت حابسهم في محبسك. فاطلق كل من كان في حبسه، فقال سهل اللهم كما اريته ذل المعصيه فاره عز الطاعه وفرج عنه فعوفي. فعرض مالا على سهل فابى ان يقبله، فقيل له لو قبلته ودفعته الى الفقراء. قالوا له طب خد المكافاه دي حتى لو انت مش محتاجها، خدها وتصدق انت بيها. فنظر الى الحصباء في الصحراء فاذا هي جواد، من ضمن كرامات وجه نظره كده الى جزء في الصحراء، فبصوا لقوا كل الحصباء اللي على الارض بقت جواد. فقال لاصحابه من يعطى مثل هذا يحتاج الى مال يعقوب بن الليث؟ وقيل كان صالح المري يقول كثيرا من أدمن قرع باب يوشك أن يفتح له، لأن الدعاء بمثابة قرع باب القبول عند الله سبحانه وتعالى. والله كريم، أنت تتصور لو إنسان كريم وأنت بتخبط على بابه ودائم القرع، لابد حينولك منه نوازل، لابد، لأنه كريم. ده لو إنسان فما بالك بقى رب العالمين. فقالت له رابعة إلى متى تقول هذا؟ هو بيقول لها من أدمن قرع باب يوشك أن يفتح له. ستنا رابعة ما عجبهاش كلام، لأن مقامها غير مقام كل واحد يتكلم على حسب مقام. أنت تسمع الكلام ده تقول حاجة جميلة، لكن ستنا رابعة عندها فهم تاني مختلف. قالت له إلى متى تقول هذا؟ هتفضل لإمتى في المستوى بتاعك الضعيف ده؟ متى أغلق هذا الباب حتى يستفتح؟ وإمتى ربك قفل الباب عشان تقعد تقرع الباب؟ ده الباب مفتوح على طول، يبقى ده مستوى آخر لإيه؟ للنظرة. فقال صالح شيخ جاهل وامرأة علمت. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول. أصل ستنا رابعة كانت يعني من أهل الاكتباء، وسيدنا صالح بيكلم أهل السلوك. أهل السلوك يجدوا الباب مقفول يقرعوه، وأهل الاكتباء لا يجدوا باب أصلا مفتوح. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فكل واحد بيتكلم على حاله. في واحد يجي عند العظيم يجد الباب مقفول، يقعد شوية يفتحه له يخش بقى. وفي واحد تاني قبل ما يجي تلاقي البيبان كلها متفتحة والأرض مفروشة رمل والناس مستنيين. دي ده وده، يعني ده موجود وده موجود. والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فكل بيتكلم على حاله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا بكر الحربي يقول سمعت السري يقول. سيدنا السري السقط قال سيدنا الجنيد وشيخه، قال سيدنا الجنيد وشيخه مدفونين الاثنين في حجرة واحدة بجوار مسجد في بغداد، حررها الله سبحانه وتعالى ووحد أهله وأرجعها إلى حضيرة المسلمين. سمعت السري يقول حضرت مجلس معروف الكرخي، حضرت مجلس معروف الكرخي. سيدنا معروف الكرخي معروف برضو، كان في بغداد وكان من المشاهير وكان من أسرة مجوسية، وبعدين أسلم على يد سيدنا علي الرضا من آل البيت وكان من أهل العراق، أسلم على يديه وكان غلامه وألقنه الطريق ووصل إلى الولاية ببركة صحبة سيدنا علي الرضا.
سيدنا علي الرضا مدفون وله مقام مشهور على أبواب بغداد في الطريق إلى سامراء، له مقام مشهور. حضرت مجلس معروف الكرخي، سيدنا معروف الكرخي بقى مدفون على هضبة عالية كده في بعد في منطقة ما بلغ هتلاقيها شرق دجلة، شرق نهر دجلة في بغداد. قبره يعني تحس انك انت في روضة من رياض الجنة، اكرمني الله وزرته الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لكم زيارة هؤلاء الناس، لان زيارتهم اموات كأنك زرتهم احياء حقيقة، لانهم ما زالوا احياء في قبورهم. حضرت مجلس معروف الكرخي فقام اليه رجل فقال: يا ابا محفور، ادعو الله تعالى ان يرد علي كيسي فانه سرق وفيه 1000 دينار. فسكت فاعاد ثم سكت فاعاد، فقال معروف: ماذا اقول؟ اقول ما زويته عن انبيائك واصفيائك فرده عليه؟ يعني هو ربنا زوى الدنيا عن الانبياء والاصفياء، فانت عايزني ادعي لك حاجه ربنا زواها عن الانبياء؟ هو عايز كيسه اللي فيه 1000 دينار، هو ملوش دعوه، هو ملوش دعوه بقى بكلام سيدنا معروف، هو كيسه ضاع منه في السوق وعايزه. فسيدنا معروف مش عايز يدعي بامر فيه دنيا، هو عايز يدعي له حاجه لو جاي له في امر فيه اخره كان يدعي. فهو شايف دنيا والدنيا حقيره، بقى جاي لي انت في حاجه حقيره، طب قول له ادعو ان انا ابقى من اهل الجنه، ربنا يفتح عليا، ربنا يرضى عني. دي هي دي الدعوات، انما ايه 1000 دينار؟ احنا بفوق 1000 دينار بقى. فسكت فاعاد ثم سكت فاعاد، فقال معروف: ماذا اقول؟ اقول ما زويته عن انبيائك واصفيائك فرده علي. فقال الرجل: فادعو الله تعالى لي. فقال: اللهم خير له. قال: اللهم اختر له، اللي فيه الخير الدهون. وحكي عن الليث، يعني كانوا يستحوا ان يسالوا الله دنيا. تفهم من هنا ايه؟ ان من اداب الدعاء الا تسال الله دنيا من اجل دنيا، لكن اذا سالته فاساله دنيا من اجل اخره. ادي معنى الكلام. هو الراجل هنا عايز دنيا من اجل دنيا، فبرضه ما رضاش يدعي لان مش من الادب. يبقى ربنا بيستجيب للمتادب معه سبحانه وتعالى. وحكي عن الليث انه قال: رايت عقبه ابن نافع ضريرا ثم رأيته بصيرا، فقلت له: بما رد عليك بصره؟ فقال: أتيت في منامي فقيل: قل يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيفا لما يشاء رد علي بصري، فقلتها فرد الله عز وجل علي بصري. أتيت في منامي، يعني أتاني هاتف في منامي. الناس يقول لك جالي هاتف في المنام قال لي قول كذا وكذا وكذا. يبقى ربك لما يريد ان يستجيب لانسان برضه ممكن يلهمه الدعاء، يلهمه الدعاء مناما او حتى وهو رافع ايده لسه مش عارف هيقول ايه، ربنا يجري على لسانه اللي هو سبحانه وتعالى يعني سوف يعطيه اياه. وعشان كده قال: من الهم الدعاء ايه رزق الاجابه. وكان بعضهم يقول: اني لا احمل هم الدعاء ولكن احمل هم الاجابه. يعني خاف يدعي حاجة تستجاب تبقى ما فيهاش الخير ليه، عشان كده بيتصور ان الحاجة اللي عايزها دي استجيبت هيستفيد بيها ولا لا، فبيحمل هم الإجابة أكتر ما بيحمل هم الدعاء أكتر من هم الإجابة، لأنه الدعاء اختيار، والاختيار من إنسان يجهل أشياء ويعرف أشياء صعب، قد تختار أشياء تظنها أنها فيها الخير وتكون فيها الذنب، فالاختيار صعب. وعلشان كده دعاء الاستخارة فيه المعنى الجميل الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي في ديني، ان كان هذا الامر في علمك يا الله خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني لي. فلا ادب من اداب النبوه يعلمك ان الله هو الذي يختار، لان الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى ويعلم حقائق الامور ويعرف ويعلم سبحانه وتعالى ما تقول اليه. سيدنا ابن عطاء اللي يقول: اللهم اني انا الجاهل في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي، وانا الفقير في غناي فكيف لا اكون فقيرا في فقري.
فقيل له قل يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيفا لما يشاء رد علي بصري. سمعت الأستاذ أبا علي التقاق يقول كان بوجع العين ابتداء ما رجعت إلى نيسابور من مرو. لما رجع من مرو إلى نيسابور، المناطق دي الوقت تقريبا في شمال إيران وجنوب أفغانستان، في الحتة دي الوقت كان بوجع العين ابتداء ما رجعت إلى نيسابور من مرو، وكنت مدة أيام لم أجد النوم من شدة الألم، يعني قعد عدة أيام لا ينام. فتناعست صباحا فسمعت قائلا يقول لي أليس الله بكاف عبده؟ فانتبهت وقد فارقني الرمد وزال في الوقت الوجع ولم يصبني بعد ذلك وجع العين. يبقى ده دعاء بالحاس، هو ما قالش حاجة، هو متألم بس ومفتقر إلى الله، فكأنه دعا بحاله وما هو فيه من حال الافتقار إلى الله. يعني لا يكون الدعاء بشرط أن يكون باللسان المقال، قد يكون باللسان الحال. وحكي عن محمد بن خزيمة أنه قال لما مات أحمد بن حنبل كنت في الإسكندرية فاغتممت فرأيت في المنام أحمد بن حنبل وهو يتبختر، فقلت يا أبا عبد الله أي مشية هذه؟ فقال مشية الخدام في دار السلام. فقلت ما فعل الله عز وجل بك؟ فقال غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب، وقال يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي. لأن سيدنا أحمد بن حنبل مات، أنت عارف، مات بسبب مرضه الذي مرض به في السجن الذي سجنه بسبب قضية خلق القرآن، وكان مصمم على كلمة واحدة، يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يقول القرآن كلام الله ويسكت، لا يقول لا مخلوق ولا غيره، وصمم على هذه الكلمة، وكان لا يريد أن يدخل في قضية مثل هذه القضايا، لأن القضية دي لها أثرها المعتزلة في عصره، وكانوا يصنفوا الناس العلماء على هذه القضية. فلما سألوا الإمام أحمد لم يزد على كلمة القرآن كلام الله وسكت، يقول مخلوق ولا غير مخلوق، كلام الله، يضربوه برضو كلام الله، يسجنوه برضو هو كلام، ما قالش غيره. وبعدين لما مرض بالسجن خرجوه ومات متأثرا بمرضه، فكأنه مات شهيدا من أجل هذه القضية. يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي. ثم قال يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التي بلغتك عن سفيان الثوري وكنت تدعو بها في دار الدنيا. فقلت يا ربي كل شيء بقدرتك، يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء. دي دعوات عن سيدنا سفيان الثوري، كان علمها لسيدنا الإمام أحمد بن حنبل، بلغته يعني بلاغا. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء. فقال يا أحمد هذه الجنة فادخلها. فدخلتها. وقيل تعلق شاب بأستار الكعبة وقال إلهي لا شريك لك فيؤتى ولا وزير لك فيرشى، إن أطعتك فبفضلك ولك الحمد، وإن عصيتك فبجهلي ولك الحجة علي، فبإثبات حجتك علي وانقطاع حجتي لديك إلا غفرت لي. فسمع هاتفا يقول الفتى عتيق من النار. يبقى ده حسن الايه، خطاب الله عز وجل، اعتراف بالتقصير، اعتراف بالمعصية، اعتراف بكمال المنة والفضل لله وبكمال القدرة وصلاقة القدرة، مع كمال الامل في الله عز وجل والاضطرار اليه، مع حسن المقال وحسن الوقت وحسن ايه وحسن ايه التعلق، كل ده لما مع طبعا ايه الطعام الحلال، الحاجات دي بقى كل الحاجات دي كلها زي ما انت عايز من الاول طبعا، والخروج من المظالم. وقيل فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه تعالى. يبقى فائدة الدعاء أساسا هي إظهار الافتقار إلى الله، وإلا فالرب يفعل ما يشاء، لأن أنت في الحقيقة أرزاقك مقسومة، كل شيء بقدر الله، ولكن الدعاء ما هو إلا علامة الافتقار، ما
والله سبحانه وتعالى جعل القضاء قضائين، قضاء مبرم يعني لا يتغير، وقضاء معلق، والذي يغير القضاء المعلق الدعاء. قالوا كده، قالوا ان الدعاء والقضاء يتعاركان بين السماء والارض، ايهما غلب او ايهما سبب نفذ. يبقى الدعاء يغير القضاء المعلق وليس القضاء المبرم. كأن الله سبحانه وتعالى كتب على الإنسان أشياء معينة، وكتب أشياء أخرى علقها على أشياء، يعني في أشياء كتبها دي مبرمة لابد هتحصل، في أشياء أخرى كتبها عليه معلقة. كان يكتب مثلا في اللوح المحفوظ للملائكة الموكلين بالأرزاق، إذا سألني عبد الرزق في اليوم الفلاني أعطوه، وإن لم يسألني فاحرموه، أعطوه كذا وكذا. فيجي اليوم ده قال يا رب اعطيني، يجي الملك يقرا يقول وسأله، قال اديله ينط. يجي يسأل اليوم ده ما سألش، يبقى ما سألش يبقى ما تديلوش، يبقى موقفها على أمر، معلقها على أمر. إذا تصدق عبدي على الفقير الذي يقابله في هذا اليوم نجيه من الحادثة التي سوف تحدث على بعد أمطار، وإن لم يتصدق عليه خلي العربية تدوسه ورجله تتكسر ويتحجز في المستشفى 6 شهور. يعني الحكاية كده ماشية متعلقة على أمور. فيجي يمشي يلاقي الراجل الفقير يروح عند سيده ويديله جنيه، تبص تلاقي خلص العربية على لحظة، يقول لك يا سبحان الله نجاني بلحظة بسبب الجنيه، ما دفعوش هتروح خبطاه سهل. الحكاية بتتم كده. عشان كده ايه، الواحد لما يفتح له اي باب خير يمد ايده عليه بسرعة ويسارع، ما يأجلوش عليه، لانه لما بيأجله بيحرم، يحرم ثواب العمل الحالي ويحرم القضاء المعلق على هذا الخير. لان كل خير مش اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. ربنا يبعث لك واحد وانت بقى متنرفز ويسألك صدق، قول له وانا ناقصك، ما انت متنرفز جاهز بقى. طب يا اخي ما انت بتسال ربك وهو غضبان عليك وعايزه بقى يرضى عنك، يقوم ربنا يبعت لك واحد يسالك وانت غضبان علشان يشوف تعامله ازاي. والله لو انت نسيت غضبك واديته ربك سبحانه وتعالى يعني يغير غضبه عليك الى كمال الرضا، لان عامل الخلق كما تحب ان يعاملك الله. ادي تصرفات العارف بالله، طول ما هو ماشي في الطريق كده من اول ما يصحى من النوم لحد ما بيموت، ما ينام بالليل عمره كله لحد ما يموت، تعامله مع الله من خلال الخلق، مش بيتعامل مع هو، بيتعامل مع الله بس من خلال الخلق، بيعتبر ان الخلق دول رسائل ربنا بيبعتها له كل شويه، فهيتعامل مع رسائل الله ازاي، بالادب ازاي، يراعي الادب ازاي، وهكذا. فادي فائده الدعاء، الدعاء قد يكون بالحال وبالمقال، اني ارد القضاء المعلق. وقيل دعاء العامة بالاقوال، ودعاء الزهاد بالافعال، ودعاء العارفين بالاحوال. دعاء العامة عبارة عن كلام يقوله بلسانه كده العوام، لكن الزهاد دعاءهم بالافعال، بترك كل ما يشغل عن الله، بالإعراض عن كل ما يشغل عن الله، هو ده دعاء الزهاد. ساعتها لما يترك كل ما يشغل عن الله، ساعتها بس لما يقول يا رب من غير ما يقول إيه، يبقى مقبل على الله. إنما الثاني العامي ده دعاه بالأقوال وقلبه مشغول بغير الله، إنما الزاهد خلاص فرغ قلبه مما سوى الله، فهي أفعال. ودعاء العارفين بالأحوال، بأحواله مع الله سبحانه وتعالى، هل هو في حال التوكل فيرضى، ولا في حال طلب الدعاء فيطلب، ولا في حال المحبة فيتدلل، ولا في حال الأنس فيأنس، ولا في حال القبض فيسكت، على حسب حاله مع الله. ربك سبحانه وتعالى بيقلب عليه الأحوال سبحانه وتعالى، فإذا كان في حال القبض فيسكت، وإذا كان في حال القصد فيثني على الله، وإذا كان في حال الأنس والمحبة فيتدلل على الله، وهكذا. كل حال له كل إيه، كل مقال له حال. وقيل خير الدعاء ما هيجته الأحزان، وربك ليه يعني بيحزنك في الدنيا يعني؟ افتكر يعني عشان تفتقر إليه، عشان لا تأنس إلى الدنيا ولا تركن إليه، يبقى ركونك إلى الله. كل ما تركن لحاجة وتحبها كده ربك سبحانه وتعالى ياخدها منك عشان ترجع له تاني.
يبقى هو يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. بيقول دفعتني العوالم إليك، بيقول كده دفعتني العوالم إليك، يعني كل ما أروح حتة تديني بالبوكس أروح لربي تاني، كل ما أروح حتة ياخدها بالحضن تروح مدياني بالقلب بدل ما تاخدني بالحضن عشان تردني لربنا تاني. لأن لو كل حاجة هتاخدني بالحضن طب ما أنا هنام بقى في حضنها، يبقى مش هروح لربي تاني. فتبص تلاقي ربك سبحانه وتعالى يجعل مع كل لذة ألم، مع كل لذة في الدنيا تجد فيها الألم هي حتى لا تركن إليها وتنسى، يبقى ربك بيدفعك في كل لحظة بالأحزان حتى تعود إليه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين. يبقى ربك سبحانه وتعالى بيعمل لك كل الحاجات اللي حواليك دي كلها والتغيرات اللي حواليك دي كلها عشان يدفعك إليه سبحانه وتعالى ويردك إليه. لكن الشيطان بيحزن الذين آمنوا، الشيطان عايز الناس تحزن، لكن ربك يريد أن يحزنك مما يشغلك عنه حتى يردك إليه سبحانه وتعالى، فيعطي ويمنع ويقبض ويبسط سبحانه وتعالى حتى يتعرف عليك بالجلال وبالجمال حتى تعرفه بالكمال. خير الدعاء ما هيجته الأحزان. تصور بقى واحد كده يكون تعبان وعنده ألم ومرض وما نامش طول الليل، شوف ده دعوته تطلع بحرقة قد إيه وحضور قلب، غير واحد واكل وشبعان ومش حاجة بتوجعه وكل حاجة تمام مقضية. شوف ده ما يقول يا رب تبقى طالع منه إيه والتاني تبقى طالع منه إيه. أنت نفسك بتعرف نفسك. شوف أنت لما يبقى عندك الامتحان ورايح على اللجنة وأنت مش مذاكر وبتقول يا رب، طيب وأنت فاضل على الامتحان شهر وبتقول يا رب، بتقولها يعني بس مش بحرقة أوي، انما الامتحان خلاص هيسلموا الورق يا رب يا رب يا رب، زي الطفل جايه بحرقه بقى شويه وهتتنطط دول بس ايه مكسوب له احسن يقول له الراجل اتجنن. ليه بقى؟ لان جايه في وقتها في كمال الاضطرار. كل ما تستشعر انت كمال الاضطرار كل ما يبقى ربك اليك اقرب. يبقى ربك بيجعلك في مواقف الاضطرار علشان يردك اليه، عشان يقربك إليه، عشان ياخدك من نفسك ومن لذائذك ومن شهواتك إليه. يبقى ربك سبحانه وتعالى لما يعمل هذه الأشياء بيعملها للناس من كمال رحمته بعباده، لأن زينت للناس الحياة الدنيا والشهوات زينت، فلو ربنا سبحانه وتعالى جعلها رائقة خالص وهي كمان مزينة يبقى الناس هتنسى بالشهوات وبزينة الدنيا رب العالمين، لكن غرس فيها ما يدفعك إليه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إذا سألت الله تعالى حاجة فتسهلت فاسأل الله عقب ذلك الجنة فلعل ذلك يوم إجابتك. يعني لما تلاقي كده دعائك ربنا استجابه في أمر في الدنيا يبقى إلحى بقى أطلب حاجة في الآخرة، حاجة في الآخرة عشان ما تبقاش دنيا بس، يطلب معاه حاجة في الآخرة كده علشان لما تلاقي يا رب فرج ما انا فيه وانت قاعد في الصحراء والعربيه عطلانه وهوب دورت دارت العربيه بعد ما كانت عطلانه، قول يا رب اجعلني من اهل الجنه، نجيني من كل ما اقدر في الاخره. في المره بقى هو الباب مفتوح، فلما تلاقي الحاجه اتسهلت في الدنيا في الحال الحق بقى اسال حاجه في الاخره، ما تنساش الفرصه يعني. وقيل ألسنة المبتدئين منطلقة بالدعاء وألسنة المتحققين خرست عن ذلك، لأن المتحققين دعائهم بحالهم بالحال لكمال رضاهم بما قسمه الله لعباده وكمال معرفتهم أن الله لا ينسى شيء، فبكمال استسلامهم تلاقي أدعيتهم كلها بالقلب كده وبالتوجه وبالنظر، لكن أدعية المبتدئين تجدها باللسان. وسئل الواسطي أن يدعو فقال أخشى أني إن دعوت أن يقال لي إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا، وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك به في الدهور. يبقى ده الواسطي هنا بيتكلم عن حال مقام يسموه مقام الرضا. الإنسان لما يبقى مقام الرضا تلاقيه يبقى متحقق الثاني. يبقى الإنسان على حسب حاله، يعني أحيانا الواحد يبقى مستحي يسأل ربه، هسأله ليه وأنا هو نسي علشان أفكره واساله على حاجه لو مش مقدره ليا، طب وانا عايز حاجه ليه مش مقدره ليا، وهكذا. فلما يجد الامر كده يلاقي نفسه ايه ساكت يسكت، يعني ينشغل بالثناء على الله
بمطلق ذكر الله، بالصلاة على النبي، بتلاوة القرآن، ويترك الأمر لله. فده حال. وحال تاني ساعات ربنا كده يبقى فتح لك الباب عايز طول النهار تسأل، يبقى الأحسن تمشي مع الحال اللي ربنا أقامك. فتح لك باب السؤال، فتح لك باب الثناء، اثني على الله، فتح لك باب الصمت في الأقدار والسكون على تحت وقع الأقدار، يبقى تسكن مع الله، يبقى تبقى مع الله على كل حال. وعشان كده تجد ان كلام العلماء متفاوت، لان كلهم بيتكلم على حسب حاله. وروي عن عبد الله بن منازل انه قال: ما دعوت منذ 50 سنة ولا اريد ان يدعو لي احد. يعني ما دعوت منذ 50 سنة بشهوة نفس، يعني بغرض نفساني او باختياري، تملي دعائه بإيه؟ يدعو: اللهم اجعل اختيارك لي هو عين اختياري، واجعل مرادك مني هو عين مرادي. يبقى دي دعوة، هي برضه بس دعوة مفيهاش شهوة نفس. ولا أريد أن يدعو لي أحد، لحسن حد يجي يدعو لي حاجة وتستجاب وتطلع الحاجة دي فيها المصيبة بتاعته، يروح للشيخ يقول له أنا عايز أتجوز فلانة، يا عم الشيخ ادعي لي، يتجوزها تطلع روحه وتهرف وتجيب القديم والجديد، ويجيب منها عيال غلابة اللي عنده تخلف عقلي واللي عنده مش عارف ايه واللي عنده، يعيش طول عمره فساعتها يقول يا ريت ما كان الشيخ ده عادي. يبقى ما فيش داعي، روح للشيخ وقال له ادعي لي ربنا يكتب لي زوجة صالحة، او ادعي لي ان كانت صالحة لي في ديني ودنياي، ان ربنا يسر لي الامور. انما تروحش هي دي وخلاص، شغل الاطفال ده كبر مخك. يعني تترك الامر الاختيار لله سبحانه، لا تعلق قلبك باي شيء الا بما ختمه الله لك. وقيل الدعاء سلم المذنبين، يعني السلم يعني الوسيلة يعني. وقيل الدعاء المراسلة، وما دامت المراسلة بقي فالامر جميل بعد، يعني هو الوصلة بينك وبين ربك، الدعاء اللغة اللي بتبقى بينك وبين ربك بالكلام. فطول ما انت بتدعو ربك في بينك وبينه اتصال سبحانه وتعالى. وما دامت المراسلة بقي فالامر جميل بعد. وقيل لسان المذنبين دعاؤهم. وسمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: اذا بكى المذنب فقد راسل الله عز وجل، يعني واصل الله. وفي معنى انشدوا دموع الفتى عما يجن تترجمه، وأنفاسه يبدين ما القلب يكتمه. وقال بعضهم الدعاء ترك الذنوب، يبقى ده دعاء بالحال، يبقى دعاء بالأفعال، يعني دعاء بالأفعال الدعاء ترك الذنوب، إن الإنسان يقلع عن الذنب، ده في حد ذاته دعاء. وقيل الدعاء لسان الاشتياق إلى الحبيب. وقيل الإذن في الدعاء خير للعبد من العطاء، من العطاء العاجل يعني. وقال الكتاني: لم يفتح الله تعالى لسان المؤمن بالمعذرة إلا لفتح باب المغفرة، يعني ربنا لا يشرح لك قلبك ويجري على لسانك طلب المغفرة إلا لأنه يريد أن يغفر سبحانه وتعالى. وقيل الدعاء يوجب الحضور، والعطاء يوجب الصرف، والمقام على الباب أتم من الانصراف بالمثاب. انت دلوقتي لما بتخبط على باب الغني او الكريم، اول ما يفتح ويديك العطاء مش بتنصرف؟ يبقى العطاء يوجب الانصراف، والدعاء يوجب الحضور، يعني تمام كمال الوقوف. والمقام على الباب اتم من الانصراف بالمثاب، يعني طول ما انت واقف على باب ربك تدعوه اتم من انه يعطيك وتنصرف. ده للي يفهم يعني، لكن في عالم متسرع. طب ادينا وانصرف وهبقى اجي تاني يا رب. في ناس عايزك ما يجراش حاجه، ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعه هيدي لك برضه ويسيبك تنصرف سنه واثنين وثلاثه وتيجي تاني، وعشر سنين وتيجي تاني تقول يا رب، يقول لبيك يا رب. عبد ربنا رحمته واسعه بيعامل كل واحد. شوف انت لما بيبقى عندك طفل كده وطول النهار قاعد يلعب مع العيال ولاد الحاره اللي تحت، ولا في الشارع، ولا مش عارف فين، ولا في النادي، ولا في القهوه، وما يقعدش معاه، ما يجيش الا يخبط عليه علشان عايز فلوس وينزل تاني يجري.
مش كده برضه؟ وبالرغم ان هو بالطريقه دي يعني فيها نوع اساءه ادب، الا انك انت برحمتك دي وشفقتك عليه لانه ابنك. تقول يا ساتر ده ما بيعوزنيش الا اذا كان عايز حاجه. يعني انا برضه عندي ولادي كده، بعضهم الاقيه ما بيقابلنيش، اما باجي ساعات يبقى قاعد في اوضته قافلها، لكن لو دخلت البيت وفتح اوضته يبقى عايز فلوس. افهم على انه عايز فلوس. لكن الايام العاديه طالما قاعد في اوضته وعرف ان انا جيت وما خرجش فهو مش محتاج. الواحد بيبقى زعلان منهم قوي مع ان هي قله ادب، لكن مش زعلان منهم قوي. ليه مش زعلان منهم قوي؟ لا، عشان شفقتك على اولادك. فاذا كنت انت مين اللي خلق بقى شفقتك انت على اولادك؟ يا رب. فربك بيعامل عباده اشد مما انت تعامل اولادك بالشفقه. فهمت المساله؟ فالحكايه سهله. فربك برضو ساعات كل اي واحد تلاقيه ماشي على حل شعره، اول ما يتزنق يا رب يا ربنا يديله ويرجع تاني على حل شعره، يا رب يا رب يديله ويرجع. وربك سايب، وفي الاخر يمكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه، يبقى بعد كده من كبار الاولياء. رحمته سبحانه وتعالى لا ييأس من احد. فلا تيأس انت من عباد الله ولا تيأس من الله سبحانه وتعالى. خلي املك في الله كبير. وقيل الدعاء مواجهة الحق تعالى بلسان الحياء. يعني وانت كده قاعد بتدعي ربك تبقى مكسوف برضه لانك دعيته كتير وادالك كتير وانت مقصر. فتبقى بتدعي وانت مكسوف، يعني بنص عين كده، مالكش عين يعني. وقيل شروط الدعاء الوقوف مع القضاء بوصف الرضا. لان الدعاء من ادابه انك انت تكون راضي باقامتك في حال اقامتك، وتكون املك في الاستقبال ان يتحقق ما تريد. فمش انت الوقت يعني في حال عدم الرضا، لا، يعني تبقى راضي، لان الرضا تعلقه الحال والدعاء تعلقه الاستقبال، فما فيش تناقض. التناقض ده عند الانسان اللي مش فاهم، او عند الانسان اللي مش مؤدب اللي بيختار على الله. علشان كده رجل من الصالحين كان يدعي ربه كتير، يقول يا رب ارني حد من اهل الجنه من المحيطين بي علشان اتاسى بيه. قاعد يدعي كتير كده، فربنا سبحانه وتعالى الهمه في رؤيه من الرؤى ان جارتك الست الفلانيه دي اللي قاعده طول النهار تربي عيال، عندها يجي 10 عيال، هي دي من اهل الجنه. فقام قاعد يتابع، دي جارته بقى لها سنين ما وعارف دي ما بتعملش حاجه خالص، طول النهار قاعده تغسل العيال وتطبخ وتخرط الخروجيه وتعمل وتنظف الشقه، ما بتعملش حاجه يعني زياده يعني. هو فاهم ان اهل الجنه دول يعني ناس قاعدين طول النهار ما بيتحركوش، بالسبحه والمصحف قدامهم وما بيعملوش حاجه، متصور كده. فلا الست دي ما بتعملش الحكايه دي خالص. فراح سالها، فبيقول لها يعني ده انا شفت لك رؤيه عظيمه وربنا سبحانه وتعالى يعني ايه اكرمك كده وعرفت لك انك انت مقامك عالي، وقال انت بتعملي ايه؟ قالت له والله ما بعملش حاجه، يعني بصلي الفرائض وما بعملش السنن حتى عشان العيال مغلبين طول النهار قاعده بشوف يا دوب الفرائض وبس، وبصليها كده باستعجال علشان ورايا حاجه، تبقى مولعه على الباجور تعمل الطبيخ تلحق تصلي الفرض الاحسن، الميه حتفور الاحسن، مش عارف ايه يعني، هذه الطريقه بتاعتها. فاستعجب قوي، راح ماشي، وهو ماشي بقى ونازل على السلم، قالت له يا فلان منذ 40 عاما لم يقمني الله في امر وتمنيت ان اكون على غيره. يبقى ادي بقى ادي السبب، يبقى مقام الرضا، يبقى اللي مخليها في المقام العالي ده بقى مقام الرضا. هي بقى افتكرت الحكايه دي بعد ما ايه هو بيسالها عن اعمالها، فما لقيتش حاجه، وهي داخله قالت لا ده انا راضيه عن كل حاجه بقى لي 40 سنه، ده انا عمري ما قلت يا رب انا ليه عيانه خليني في عافيه، او ليه انا في عافيه خليني مش عارف ايه، او ليه انا في ضيق خليني غنيه، ولا ليه انا في غنيه خليني يعني زي ما ربنا حاططها راضيه. بقالها كده قد ايه؟ 40 سنه. يبقى مقام الرضا ده مقام عالي. علشان كده بيقول شرط الدعاء الوقوف مع القضاء بوصف الرضا. بوصف الرضا. يعني تبقى راضي في الحال ودعائك تعلقه بالاستقبال. ادي المعنى. يبقى حالك في الحال راضي. ادي معنى. والرضا في الحال يستوجب عدم الاستعجال في القبول، مش كده برضه؟ يستوجب عدم الاستعجال، ما تبقاش بقى في لهفه كده وتهان من نفسك، لان الاستعجال مع تاخر الاجابه يجعلك ايه؟ تترك الدعاء. مش كده برضه؟ وربك لا يريد منك ان تترك الدعاء،
لا يريد منك أن تيأس منه سبحانه وتعالى، وقد سددت طريقها بالهفوة، يعني الهفوات والمعاصي اللي بتعملها طول النهار برضو عوائق عن قبول الدعوة التي تدعو بها الله سبحانه وتعالى. وقيل لبعضهم ادعوا لي، فقال كفاك من الأجنبية أن تجعل بينك وبينه واسطة. الأجنبية عن البعد، كفاك بعدا عن الله أن تجعل بينك وبينه واسطة. يعني بيقول له ده أنا أدعو لك، كونك تستشعر أن أنا أدعو لك دليل أنك أنت مستشعر أنك بعيد عنه، وشعورك أنك بعيد عنه دليل أنك أنت لست في كمال الأدب مع الله، لأنه هو أقرب إليك منك. ولكن البعد من جهتك لا من جهتي سبحانه وتعالى. وسمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول سمعت أبا الفتح نصر بن أحمد بن عبد الملك يقول، سمعت عبد الرحمن بن أحمد يقول، سمعت أبي يقول جاءت امرأة إلى تقي بن مخلد فقالت إن ابني قد أثره الروم ولا أقدر على مال أكثر من دويرة ولا أقدر على بيعها، فلو أشرت إلي إلى من يفديه بشيء فإنه ليس لي ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار. يعني ابنها أثر الروم وما عندهاش إلا البيت اللي ساكنة فيه وما عندهاش فلوس تفدي ابنها تدفع إيه دية الأسير يعني، فإنه ليس لي ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار، يعني دليل في كمال الاضطرار يعني بسبب حزنها على ابنها. فقال لها نعم انصرفي حتى أنظر في أمره إن شاء الله تعالى. قال فأطرق الشيخ وحرك شفتيه. قال فلبثنا مدة فجاءت المرأة ومع ابنها وأخذت تدعو له وتقول قد رجع سالما ولو حديث يحدثك به. فقال الشاب كنت في يدي بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارة وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم، فكان يخرجنا إلى الصحراء للخدمة ثم يردنا وعلينا قيودنا، فبينا نحن نجيء من العمل بعد المغرب مع صاحبه الذي كان يحفظنا انفتح القيد من رجلي ووقع على الأرض ووصف اليوم والساعة، فوافق الوقت الذي جاءت فيه المرأة ودعا الشيخ. قال فنهض إلى الذي كان يحفظني وصاح علي وقال لي كسرت القيد؟ قلت لا إنه سقط من رجلي. قال فتحير وأحضر أصحابه وأحضروا الحداد وقيدوني، فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلي فتحيروا في أمري، فدعوا رهبانهم فقالوا لي ألك والدة؟ قلت نعم. فقالوا وافق دعاؤها الإجابة وقد أطلقك الله عز وجل فلا يمكننا تقييدك، فزودوني وأصحبوني بمن أوصلني إلى ناحية المسلمين. يعني بيقول لك كان في الأسر وكان بيخرج كل يوم مع الأسرى مقيدين علشان يشتغلوا في الصحراء، زي ما بيودوا المثلين الوقت فطورة كده يقعدوا يكسروا في الحجارة، فكان بيخرج كل يوم مع الأسرى يشتغل، وبعدين في واحد حارس عليهم يلمهم آخر اليوم ويقيدهم تاني ويوديهم تاني السجن اللي قاعدين فيه. ففي اللحظة اللي دعا فيها الشيخ وذهبت أمه إلى الشيخ بيقول كنا احنا راجعين في اللحظة دي فوقع القيد من رجلي، يعني القيد لوحده الحديد اتكسر، فجاء الراجل المشرف على الحارس زعق له قال له ازاي كده؟ ازاي تسيبه كده ايه؟ فراح قال له ده وقع لوحده، فراحوا قيدوه مرة أخرى، قيدوه مرة أخرى راح اتكسر تاني، فقالوا انت حكايتك حكاية بقى. فراحوا للرهبان بتاعهم يسألوه قالوا لهم نعمل فيه ايه ده؟ فقالوا لهم الرهبان قالوا لهم يبدو ان ليه والدة هي اللي بتدعو لها، دليل ان الرهبان برضو عندهم معلومات من اديانهم دياناتهم السابقة ان دعاء الام مستجاب. فقالوا طالما ليه ام وبتدعي له احنا مش هنقدر عليه، فاحسن حل سيبوه روحه احنا مش هنعرف نحبسه. فراحوا سايبينه وروحوا، ده ببركة ايه؟ دعاء المشايخ واضطرار الام. عشان كده الناس يقول لك يا بركة دعاء الوالدين، مش كده برضه؟ دعاء الوالدين ده يعني رحمة من الله عز وجل، والإنسان اللي يدرك أحد أبويه حي ولا يدخل الجنة الرسول دعا عليه لأنه ترك فرصة كبيرة ضاعت منه. أكثر طريق إلى الجنة
هو رضا الوالدين في حال حياتهم لو كانوا عايشين. طب مش عايشين، يبقى اكثر طريق للجنة للمرأة هي طاعة زوجها، وللرجل تحري الحلال ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر طريق للجنة تحري الحلال ومحبة النبي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. ونقف على باب الفقر، الفقر إلى الله يعني، مش الفقر الذكر. يقول لك في فقر ذكر، يعني إيه ذكر؟ يعني الزار، يعني فقر، يعني إيه؟ يعني من كتر ما هو فقير ما يتولدش منه شيء، لا يتولد منه شيء بعد كده. نسأل الله أن يسلمنا من كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. إليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذين غفل عن ذكري الغافل. Thank you.